أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإيه. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفرض الثاني للدورة الأولى، بالنسبة للمستوى الخامس هنشوف نموذج للفرض الثاني الدورة الأولى، بالنسبة للمستوى الخامس مادة الاجتماعيات. إذن المراقبة المستمرة رقم 2 الدورة الأولى مادة الاجتماعيات للمستوى الخامس، النموذج على شكل PDF هتلقاه في الوصف. إذا أخذ مكون تاريخ 10 نقاط والسؤال الأول، املأ الفراغات بالكلمات المناسبة التالية عن الحبوب مخلفات أعضاء متنوعة أنشطة تدشين. إذا كانت إنسان ما قبل التاريخ في المغرب، كانت أنشطة إنسان ما قبل التاريخ. إذا في المغرب كيف هي متنوعة؟ متنوعة. إذا كانت أنشطة إنسان ما قبل التاريخ متنوعة، أهمها زراعة ماذا؟ زراعة الحبوب. أهمها زراعة الحبوب. إذا أهمها زراعة الحبوب وماذا؟ تدشين بعد الحيوانات. إذا مثل ماذا؟ مثل الضأن والماعز والخنزير والكلب، كما أبانت عن ذلك كثير من المخلفات، وقد عمد الإنسان إلى ممارسة القنص والصيد. إذن كثير من المخلفات. إذن هنا بالنسبة للفقرة كتعلق بأنشطة إنسان ما قبل التاريخ. إذن كانت أنشطة إنسان ما قبل التاريخ في المغرب متنوعة، أهم زراعة الحبوب وتدجين بعض الحيوانات مثل الضأن والماعز والخنزير والكلب، كما أبانت عن ذلك كثير من المخلفات، وقد عمد الإنسان إلى ممارسة القنص والصيد. انتقل للسؤال الثاني، اذكر أنواع السكة التي كان يقطن بها إنسان ما قبل التاريخ في المغرب. إذا سكن الإنسان ما قبل التاريخ في المغرب الأكواخ والمغارات. إذا سكن الإنسان ما قبل التاريخ. إذا سكن الإنسان ما قبل التاريخ بالمغرب، سكن الأكواخ والمغارات. نعم، إذا هنا كنهضروا على إنسان ما قبل التاريخ المغرب سكن الأكواخ والمغارات. إذا ننتقل للسؤال الثالث، كيف كانت تتم المبادلات التجارية بين القرطاجيين وسكان المغرب القديم؟ كانت تتم المبادلات التجارية عن طريق المقايضة وهي تبادل سلعة بسلعة. باختصار وجواب صحيح. إذن كانت تتم المبادلة التجارية عن طريق المقايضة وهي تبادل سلعة بسلعة. ننتقل للسؤال الرابع، املأ جدول بما يناسب عندنا ذهب أواني فخارية تمر أقراط ريش نعم قارورة عطور. إذا هنا كانت تجارة أو مقايضة ما بين المغرب والفينيقيين والقرطاجيين. إذا كانت سلعة ما كان سلعة. إذا نشوف البضائع المغربية وبضائع الفينيقية. إذا الذهب، إذا بالنسبة للذهب والتمر وريش النعام إلى آخره كانت من البضائع المغربية. إذا نكتبو هنايا ذهب، كاين ذهب. أواني فخارية كانت من البضائع الفينيقية. أواني فخارية كانت من البضائع الفينيقية. بالنسبة للتمر، التمر كان بضائع مغربية، كان التمر. إذا هنا بالنسبة للتمر كذلك من البضائع المغربية.
أقراط بالنسبة للأقراط كانت من البضائع الفينيقية، إذا نكتبوا أقراط إذا من البضائع الفينيقية أقراط. وبالنسبة كذلك ريش النعام، إذا ريش النعام إذا بالنسبة لريش النعام من البضائع المغربية، بيض النعام وريش النعام إلى آخره. إذا ريش النعام، ريش النعام من البضائع المغربية. وكاين قارة عطور بالنسبة من البضائع الفينيقية، قارورة عطور، قارورة عطور من البضائع الفينيقية. إذا سالينا سؤال رابع، ننتقل لسؤال خامس، اذكر ثلاث محطات تجارية فينيقية وقرطاجية. إذا نذكر أهم محطات، كاين تنجيز، إذا كاين تنجيز، تنجيز إذا بالنسبة لتنجيز فهي طنجة، إذا المحطة كانت هنا طنجة، إذا تنجيز. كاين كذلك بالنسبة لكسوس، إذا لكسوس بالنسبة لكسوس كانت في العرايش، إذا لكسوس في العرايش، لكسوس إذا منطقة العرايش، إذا العرايش، 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 إذا منطقة لكسوس. وكانت كذلك منطقة تامودة في تطوان، إذا تامودة، إذا المناطق الشمالية، تامودة كانت مدينة تطوان، وبقى المنطقة ديال لحد الآن بالسمية ديالها اسمها تامودة، إذا تطوان. إذا بالنسبة لها طلبوا منا ثلاث محطات تجارية فينيقية، تنجيز، طنجة، لكسوس، العرايش، تامودة، تطوان. إذا نخدموا مكون الجغرافيا اللي عليه 10 نقاط، ونبداو السؤال الأول. إذا السؤال الأول، ألاحظ الخريطة تضاريس المغرب وأملأ الجدول بما يناسب، عن جبال الريف وجنوب الأطلس الكبير. إذا نبداو بالنسبة لجبال الريف، إذا جبال الريف تقع أقصى، كما كتشوفوا هي أقصى شمال المغرب، إذا تقع أقصى شمال المغرب، أقصى شمال المغرب، أقصى، إذا نكتبو بالنسبة تقع أقصى شمال المغرب، أقصى شمال المغرب، هذا بالنسبة لجبال الريف. إذا نمشو جنوب الأطلس، إذا بالنسبة لجنوب الأطلس الكبير أشنو كاين؟ إذا جنوب الأطلس الكبير كاين جبال الأطلس الصغير، إذا غتكون هنا جبال الأطلس الصغير، جبال الأطلس الصغير، جبال الأطلس الصغير، نعم. نمشو بالنسبة، عندنا هنا جبال الأطلس الصغير، غنمشيو بالنسبة بقات لينا الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. إذا غنشوفو بالنسبة الأطلس الكبير، إذا الأطلس الكبير، إذا نكتب هنايا الأطلس الكبير. إذا بالنسبة للأطلس الكبير أين يقع؟ إذا الأطلس الكبير، إذا رجعنا للخريطة وشفنا، إذا عندنا الأطلس الكبير يقع بين الأطلس المتوسط والأطلس الصغير، وممكن نقولو بالنسبة هنايا، ممكن نقولو إذا بالنسبة للأطلس الكبير يقع بين الأطلس المتوسط والأطلس الصغير، ممكن نقولو جنوب الأطلس الكبير. إذا أحسن حاجة نقولو بين الأطلس المتوسط والأطلس الصغير، بالضبط، إذا بين الأطلس المتوسط، إذا بين الأطلس المتوسط والأطلس الصغير، والأطلس الصغير. إذا هذا بالنسبة الأطلس الكبير بين الأطلس المتوسط والأطلس الصغير، وممكن نقولو جنوب الأطلس المتوسط. إذا غنمشيو دابا بقى لينا الأطلس المتوسط، إذا بالنسبة للأطلس المتوسط أين يقع؟ إذا الأطلس المتوسط، إذا بالنسبة للأطلس المتوسط أرجعنا الخريطة، إذا الأطلس المتوسط كاين أين؟ كاين هنايا الأطلس المتوسط، كاين ما بين هنا فوق الأطلس الكبير، يعني شمال الأطلس الكبير، إذا غنجيو نكتبو هنايا شمال الأطلس الكبير، شمال الأطلس الكبير، نعم. إذا سالينا بالنسبة للسلاسل الجبلية، ننتقلو السؤال الثاني، هنا نشوفو السهول والهضاب، إذا أربط بما يناسب، تقع السهول المغرب فيه، تقع هضاب المغرب فيه. إذا شفنا هنا سهول وهضاب الأطلنطية، أين توجد؟ سهول توجد في الشمال، إذا الشمال الغربي، وبالنسبة للهضاب، إذا العليا وسهول ملوية، إذا هنايا تقع في الشمال، الهضاب
العليا والسهول الولية تقع في الشمال الغربي، ولكن هنا مشكلة قالوا لنا السهول والهضاب. إذا هنايا أشنو كيقصدوا؟ تقع السهول المغرب في الشمال، يعني هنايا خاصكم تكتبوا السهول والهضاب الأطلنطية، صحوا هذه، تقع السهول والهضاب الأطلنطية، إذا خاصكم تصحوها، هذا هو الجواب الصحيح. إذا تقع السهول والهضاب الأطلنطية المغرب، إذا تقع السهول والهضاب الأطلنطية، هنا للسهول والهضاب الأطلنطية أين تقع؟ تقع في الشمال الغربي، كما كتشوفوا جينا هنايا السهول والهضاب الأطلنطية في الشمال الغربي. وبالنسبة نشوفوا الثانية هي صحوها، تقع الهضاب العليا وسهول ال، هنا تقع الهضاب العليا، نكملوا العليا وسهول ملوية، وسهول ملوية، وسهول ملوية، وكتشوفوها حتى في الخريطة، وسهول ملوية أين تقع؟ تقع، إذا هذه خاصكم تكملوا، هذه ما كاملاش، إذا تقع الهضاب وسهول ملوية، الهضاب العليا وسهول في الشمال الشرقي، إذا هذه التمرينة في خطأ. إذا باش تكون أما كنا قلنا غير السهول تقع في الشمال الشرقي والشمال الغربي، قلنا غير الهضاب بشكل عام تقع في الشمال الشرقي والشمال الغربي، ولكن اللي صحيح تقع السهول والهضاب الأطلنطية في الشمال الغربي، وتقع الهضاب العليا والسهول الملوية في الشمال الشرقي، عقلوا على هذه المعلومة صحيحة. إذا تقع الهضاب العليا والسهول الملوية في الشمال الشرقي، حدا الجزائر، جهة الجزائر، وتقع إذا بالنسبة السهول والهضاب الأطلنطية تقع في الشمال الغربي، إذا صحوا الخطأ. إذا انتقلوا سؤال 3، ضع علامة إكس في المكان المناسب. إذا عندنا بالنسبة أول حاجة نشوفوا صحيح أو خطأ، واش المعلومة صحيحة ولا خطأ. يعتبر شهر يناير من أكثر الشهور حرارة، خطأ. إذا هنا بالنسبة ليناير كيكون بارد، وحنا دابا في يناير البرودة كاينة، إذا هنا خطأ. ترتفع التساقطات في شمال المغرب بينما تقل في جنوبه، صحيح. كما كتعرفوا الشمال يعني في تساقطات أكثر من المناطق الجنوبية. يعرف المغرب ارتفاع درجة الحرارة طيلة السنة، خطأ. إذا بالنسبة لمناخ المغرب، مناخ المغرب فهو يعرف يعني مناخ معتدل، يعني تختلف، يعني فهو متفاوت ومختلف على حسب الفصول وعلى حسب كذلك المناطق ما بين الشمالية والجنوبية، إذا خطأ. يتميز فصل الصيف بارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات، نعم صحيح. الصيف كتكون حرارة بزاف والتساقطات كيكونوا قلالين. إذا سالينا السؤال الثالث، ننتقل إلى السؤال الرابع. أربط بالصحيح يعني بسهم الجواب صحيح. عندنا الطقس، إذا الطقس شنو هو التعريف ديالو؟ شحال الجو من حيث الحرارة والتساقطات والرياح؟ كمية الأمطار التي تساقط في زمن ومكان محددين؟ معطيات عامة حول الحرارة والتساقطات والرياح وغيرها. إذا بالنسبة معطيات عامة حول الحرارة فهذا المناخ، أما الطقس فهو حالة الجو من حيث الحرارة والتساقطات والرياح. إذا نمشيو دابا السؤال الخامس، أعرف بالأرصاد الجوية. عندكم واحد التعريف مبسط، هو دراسة المناخ. إذا عندكم واحد التعريف، دراسة، إذا دراسة المناخ، إذا دراسة المناخ والتنبؤات، كنعملو والتنبؤات الأرصاد الجوية والتنبؤات، إذا الجوية، ويركز على ويركز على ماذا؟ ويركز على الحرارة أو درجة الحرارة، ويركز على درجة الحرارة، درجة الحرارة، إذا ويركز على درجة الحرارة والضغط الجوي، والضغط الجوي، والضغط الجوي، وكذلك وبخار الماء، يعني التساقطات وبخار الماء. نعم، هذا تعريف مبسط لماذا؟ لدراسة المناخ أو الأرصاد الجوية، هو دراسة المناخ والتنبؤات الجوية، ويركز على درجة الحرارة والضغط الجوي وبخار الماء. إذا الطقس هو حال الجو من حيث الحرارة والتساقطات والرياح، أما المناخ فهو معطيات عامة حول الحرارة والتساقطات والرياح وغيرها. بهذا نخدمو مكون التربية المدنية اللي عليها 10 نقاط، ونبداو بالسؤال الأول. أعرف التعاونية القسم، تعاونية القسم، إذا ما هي تعاونية القسم؟ هي تنظيم تشاركي تضامني يشارك فيه جميع متعلمي القسم ومتعلماته بهدف إنجاز أنشطة تربوية لفائدتهم. إذا هنا نكتبو تنظيم، إذا ماذا يعني تنظيم تشاركي؟ تنظيم تشاركي
يشارك فيه جميع متعلمي ومتعلمات القسم، جميع متعلمي القسم ومتعلماته، متعلمي القسم ومتعلماته، متعلمي القسم ومتعلماته ومتعلماته. شو الهدف ديالو؟ بهدف إنجاز. بهدف إنجاز ماذا؟ بهدف إنجاز أنشطة تربوية، أنشطة تربوية لفائدتهم، لفائدتهم. نعم، إذا هذا هو التعريف ديال تعاونية القسم. إذا هو تنظيم تشاركي يشارك فيه جميع متعلم القسم ومتعلماته بهدف إنجاز أنشطة تربوية لفائدتهم. ننتقل السؤال الثاني، رتب عملية تعاونية القسم. إذا عرفتم من 1 ل 7، إذا رتب عملية الانتخاب تعاونية القسم، محضر إعلان النتائج، تقديم التعاونية، فرز الأصوات، ترشيح، عملية تصويت، برنامج انتخابي. إذا أول حاجة تقديم التعاونية، إذا كتبوها في 1، إذا تقديم ماذا؟ تقديم التعاونية، تقديم التعاونية. غنمشيو جوج، جوج الترشيح، يعني كل واحد اللي بغى يترشح كيترشح، إذا الترشيح. ثاني حاجة عندنا بالنسبة بعد الترشيح، إذا كل واحد كيقدمو، يعني بالنسبة للمترشحين كيقدمو البرنامج الانتخابي ديالهم، إذا هنا عندنا برنامج انتخابي، إذا برنامج انتخابي، إذا عندنا برنامج انتخابي. إذا غنشوف بالنسبة الرابع، إذا بعد برنامج الانتخابي تبدأ عملية التصويت. إذا رابعا عملية التصويت، عملية التصويت. إذا بعد رابعا عملية التصويت أشنو كيوقع؟ ما كيتصوتو هنايا، كيبدأ ماذا؟ كتبدأ عملية فرز الأصوات. إذا عندنا هنا فرز الأصوات، فرز الأصوات. بعد فرز الأصوات إذا أشنو يقومون بإعلان النتائج؟ إذا غيكون عندنا إعلان النتائج، إعلان النتائج. بعد إعلان النتائج يعني كي كتوقع واحد المحضر، وكي يعني يتم يعني إنجاز واحد المحضر، إن هنايا في الآخر محضر. نعم، هذه هي المراحل، 1 تقديم التعاونية، 2 الترشيح، 3 برنامج انتخابي، 4 عملية التصويت، 5 فرز الأصوات، 6 إعلان النتائج، 7 محضر. غنمشيو دابا السؤال الثالث، أذكر بعض شروط استعمال الإنترنت في البحث. إذا هنا بالنسبة شروط استعمال الإنترنت، البحث عن معلومات باستقلالية واتباع خطوات توصلنا إلى هدفنا المنشود، وذلك عن طريق التفكير المنظم قبل التعبير عن الرأي. إذا أنتم شفتوا شروط البحث، إذا هنايا البحث عن معلومات ذات مصداقية، إذا البحث عن معلومات باستقلالية ومصداقية واتباع خطوات توصلنا إلى هدفنا المنشود. إذا غنكتبو، إذا البحث عن المعلومات، البحث عن المعلومات باستقلالية ومصداقية. إذا ماشي أي حاجة لقيناها نهزوها، بحث عن المعلومات البحث عن المعلومات، البحث عن المعلومات باستقلالية، باستقلالية. البحث عن المعلومات باستقلالية واتباع خطوات. إذا هنا البحث بشكل عام، إذا البحث عن المعلومات باستقلالية البحث عن المعلومات ذات مصداقية باستقلالية وماذا؟ واتباع خطوات توصلنا، واتباع خطوات توصلنا إلى هدفنا المنشود، توصلنا إلى هدفنا المنشود. إذا هنا بالنسبة قريت خطوات البحث، هنا البحث عن المعلومات باستقلالية واتباع خطوات توصلنا إلى هدفنا المنشود، إلى هدفنا المنشود، إلى هدفنا المنشود، وذلك عن طريق التفكير، وذلك عن طريق التفكير، عن طريق التفكير، عن طريق التفكير في ماذا؟ التفكير قبل التعبير عن الرأي، قبل التعبير عن الرأي.
قبل التعبير عن الرأي، قبل التعبير تعبير عن الرأي. إذن هنا هذه هي الفكرة العامة ديال البحث أو شروط استعمال الأنترنت في البحث. البحث عن معلومات باستقلالية، معلومات ذات مصداقية. إذن هنا كتبنا بالنسبة، إذن كتبنا فكرة عامة، البحث عن معلومات باستقلالية واتباع خطوات توصلنا إلى هدفنا المنشود، وذلك عن طريق التفكير قبل التعبير عن الرأي. إذا ما قريتوا أنتم شروط استعمال، يعني استعمال محركات البحث أو استعمال يعني كيف استعمال يعني الخطوات المتبعة في البحث. إذا هنا بالنسبة لشروط الاستعمال بشكل عام بطريقة مختصرة، نمشيو السؤال الرابع، أضع علامة X في المكان المناسب. إذا غنشوفوا بالنسبة صحيح أو خطأ، إقصاء الآخرين وعدم مشاركة معهم، إذا هذا خطأ، يجب مشاركة آخرين. بارتاجي، الإصغاء النشيط وتشارك الأفكار، صحيح دائما. وعبر عن رأي واحترم الرأي الآخر، صحيح. إذا ننتقل للسؤال الخامس، إذا عندنا أذكر بعض مزايا استعمال الإنترنت في البحث، توفير كثير من المعلومات، سهولة الوصول إلى المعلومات. نكتب جوج أفكار فقط كافية. إذا توفير، إذا نكتبوا توفير الكثير من المعلومات، توفير الكثير من المعلومات، توفير الكثير من المعلومات، وكذلك الوصول، سهولة الوصول إلى المعلومة، سهولة الوصول إلى المعلومة، سهولة الوصول إلى المعلومة، سهولة الوصول إلى المعلومة. إذا هذا بالنسبة ممكن تكتبوا كاين بزاف الأفكار، إذا هذا مجرد مثال وأنتم ممكن تعبروا عن الرأي ديالكم. إذا بهذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا النموذج، نتمنى نكون فتكم، شكرا وإلى اللقاء.